السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا الصنبور الأوتوماتيكي، صنبور بيبعت مباشر على الفوست باي دون أي توقف، يعني حضرتك هتطالب مرة واحدة وتسيب المتصفح شغال أو الصفحة مفتوحة، وهيبتدي ان هو يعدل مباشر كل 5 دقايق ويبعت لك الدفعة بتاعتك على الفوست باي دون اي تدخل منك. انت كل اللي هتعمله هي مطالبة واحدة بس، وهو هيشتغل على طول مفيش توقف خالص، هيجمع كل 5 مطالبات ويبعتهم لك دفعة على الفوست باي. طبعا احنا مش هنقدر ان احنا نشوف كل العملات، احنا معانا 6 عملات النهارده في على الصنبور الاوتوماتيكي. احنا هنجرب في عملة واحدة وحضراتكم تكتشفوا بقية العملات، وهي الفكرة كلها واحد. الروابط هسيبها تحت في صندوق الوصف، وهسيب روابط الفيديوهات التانية بتاعت الصنابير اللي احنا شرحناها قبل كده، هسيبها برضو تحت لو حد حابب ان هو يستفاد منها، خاصة آخر فيديو قبل ده هسيب الروابط تحت الفيديو. طبعا احنا عارفين هنجيب الروابط ازاي من الفوست باي. بنبتدي ندخل على الفوست باي بتاعنا، وهنا بنقول الوديعة، هيبتدي يحولنا على الروابط المحفظة اللي معانا كلها، كل دي روابط المحافظ اللي موجودة على الفوست باي. هنبتدي احنا هنشتغل بعملة ايه؟ هنشتغل بعملة الدوجن. هنبتدي نيجي تحت هنا على الرابط كده، وهنقف ونضغط مرة واحدة كده اتنسخ. هنبتدي ان احنا نرجع على الموقع بتاعنا ونعمل تسجيل الدخول. هنا هنحط هنا الرابط بتاعنا، وبعد كده هندوس تحت مطالبة وهو الرابط هيتسجل لوحده. وبداية الصنبور ده ما بيشتغلش على متصفح الفايرفوكس، عايز تشتغل هتشتغل على جوجل كروم، فايرفوكس ما بيشتغلش على الصنبور الاوتوماتيك خالص عشان ما يحصلش مشاكل عندك. بعد ما بنحط الرابط بتاعنا هنا بننزل تحت هنا ونقول مطالبة مجانية، هيبتدي يفتح لك صفحة زي كده، هتحل الكباتشا، ودي الكباتشا الوحيدة اللي هتكون موجودة معانا على طول الموقع، مش هتحل غيرها. اشجار نخيل هنبتدي نحلها كده ونقول له اتحقق كده، اتحقق هنقول له اطلب عملتك. هيبتدي يحولني على الصفحة اللي هتلاقي فيها العداد، هيبتدي يعد وهيجيب لك التعدين بتاعك اول باول. كل 5 مطالبات، المطالبة كل دقيقة، هيجمع لك كل 5 مطالبات ويبعتهم لك مباشر على الفوست باي. كده هو فتح معانا هو الصفحة. هنبتدي ننزل تحت، هيقول لك هنا في الموقع هذا هو، اترك هذه الصفحة مفتوحة وسيزداد رصيدك مع كل تحميل للصفحة بمجرد اكتمال المؤقت، سنرسل لك تلقائيا عائدا الى الفوست باي الخاص بك، ودي هتزيد في ارباحك ويمكن المطالبة بعملات اخرى من الصنبور. طبعا انا هسيب لك روابط ال6 عملات، هسيبهم لك تحت في صندوق الوصف علشان تدخل من عليهم. اهو بيقول لك هنا كمان يتم ارسال الدفعة بعد 5 مطالبات. هيبتدي اول مطالبة شغال فيها اهو،
هيبتدي يجمع لك هنا، اول عدد ما هيوصل لخمسة هيبتدي ان هو يبعت لك المبلغ اللي موجود عندك هنا في الحساب، هيبعته لك مباشر على الفوسيت باي. طب نروح على الفوسيت باي عشان نشوف احنا معانا ايه. انا اخر مطالبة كنت اعملها كان من نفس الصنبور ده، وكان بعملة التورن، بعت لي 70,000 اهوت، 70,000 في الدفع العادي، بعت لي 70,000 تورن. احنا دلوقتي شغالين على الدوجن، هنشوف هيبعت لنا ايه في الدوجن. انا معايا 10 مطالبات اهو، هنا العداد هيبتدي يعد من اول وجديد كده. اول مطالبة بالظبط كده كتب لنا اهو اول مطالبة، المطالبة الواحدة ب3200، هيعمل 5 مطالبات بحوالي 16,000 دوجن كل 5 دقايق. طبعا هو احسن حاجة فيه ان انت بتسيب المتصفح، ممكن تروح اي مكان، ممكن تروح لصفحة تانية وتسيبه هو شغال، وبعد ما بيشتغل بيحمل الصفحة تاني لوحده ويبتدي المطالبات من اول وجديد، ويبعت لك مباشر على الفوسيت باي بعد 5 مطالبات. طب هنوقف الفيديو علشان طبعا المطالبات دي هتاخد وقت كبير قوي من الفيديو، زي ما انت شايف بقى 5 ثواني 4 ثواني هيبتدي يعيد تحميل الصفحة من جديد اهو. عاد تحميل الصفحة وكتب لك فوق المطالبة التانية كملت خلصناها، وضاف لك الرصيد فوق 6400 زي ما انت شايف هنا اهو 6400، وبدأ يعد من اول وجديد تاني. احنا هنجرب مرة واحدة في الصنبور ده، وانتوا اكتشفوا بقية العملات هتلاقيها هي كلها نظام واحد. حاول ما تقفلش الاعلانات دي عشان ما تفتح لكش اعلانات تانية، خليها زي ما هي. انا بشيل بس ده عشان التصوير. كده المطالبة التالتة كملت، هتلاقيه كاتب لك فوق 3 وزود لك الرصيد هنا بقى 9600. ننزل لتحت نلاقي العداد هيشتغل اهو معانا. دي احسن حاجة في الموضوع ان انت بتتدخلش في حاجة والكباتشة بتحلها مرة واحدة وتسيب الصفحة مفتوحة، روح اتصفح في اي حاجة تانية او اي موقع تاني والصفحة هتبتدي انها تحمل لوحدها مفيش تدخل منك، وتبعت لك مباشر على الفوسيت باي. كده هو وصل ل5 مطالبات وقال لي هنا تم ارسال المطالبات الى حسابك. هو بعت لي 16,000 وبدأ يعد في المطالبات التانية دلوقتي اللي هي المطالبة الاولى. هنبتدي نرجع على الفوسيت باي. احنا كان معانا 10 وكان اخر حاجة 10 مطالبات، هنبتدي ان احنا نعمل ريفرش للصفحة ونشوف. هل فعلا انبعت لنا 16,000؟ قال بالفعل يا جماعة اهوت 16,000 اهيت من عملة الدوجن، وبعتها لي وادي 11 ودخلت في الرصيد. طبعا انا لسه باعت 70,000 دوجن برضو بنفس الصنبور. كده هو بادئ بيعد في المرحلة التانية. ده الصنبور بتاعنا، طبعا الوقت هيكتر لو عملنا بقية الصنابير، فانا هسيبها لحضراتكم تكتشفوها. ياريت لو الفيديو ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.